حلمك يا سدرة؟ أني يعني هواي هواي ردد لي هاي الحلم، يعني مو أكثر، يعني أكثر من مرة. المهم أنه دائما أنه أشوف أكو قطط بالبيت، أنه على أساس ما أدري، على أساس جني مدري شنو، ودا يباوع لي يعني ما يروح. وأقرأ المعدات، وبس هواي أقرأ آية الكرسي عليها، فمرات بالحلم يروح، بس آخر مرة أنه دا أشوف، حتى دا أقرأ الآية الكرسي ما دا يروح، يعني يظل يباوع لي، وأني كلش دا أخاف من الحلم. هذا حلم متكرر ولا حلم واحد كله فيه هذا؟ لا هذا يتكرر، لا، أنا أريد حلم واحد واضح كلير. أي هذا يتكرر وياي. لا، أنا أريد حلم واحد، لا تقول يتكرر. مريم ابعث دعوة، يا مريم ابعث طلب اتصال، أريد حلم واضح. القطط أشوفه إنه ديباوع لي، وأني بالبيت يعني أقرأ الآية الكرسي. قط يباوعك يعني طالعك، أوكي، بزونة بزونة تقرا بزونه بزونه وتقرا آية الكرسي، شو يصير؟ أي فكان قبل هذا الحلم انه هذا البزونة يروح، بس اخر حلم شفته انه ما يروح حتى بالآية الكرسي. احنا لنا باخر حلم حاليا، اخر اي حلم قرات آية الكرسي والبزونه وهذا اللي باوعك القط، وانت وقرات آية الكرسي وما راح. حلو، اني انت مع مين عايشه يا ماما؟ بقى اني قبل الحاسوب، بعدين رجعت للجامعة مرة ثانية، فهسه عايشة وحدي. أني مستأجرة ويا صديقاتي، عايشين مثل السكن بالجامعة، دا أدرس مرة ثانية، حلو 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 حلو، وعمري 32 سنة، ومو متزوجة، ودا أدرس هسه، يعني بس طالبة، شو تدرسين؟ دا أدرس بايوميديسن، يعني مختبرات، طيب تحليلات طب. حلو، very nice very good I like this، إن شاء الله Thank ربنا you. يوفقك. أوكي، شكرا شوفي يا هواية. بنتي، شوفي يا بنتي، في كل مرة كنت تقرأ آية الكرسي كان يروح القط البزون، صح؟ صح. هالمرة هاي قرأتيها وما راح، ليش؟ ما أدري والله. إذا أنت شاطرة وعرفتي بفسر لك حلم ثاني ببلاش، فري وخاص، بحولك سيدة على الواتساب. أنا عارف إنك بتتصل فينا عشان تعرف التفسير، بس في سبب نحاول نعرفه خلى القط هالمرة ما يروح. ما عرفتي صح؟ في واحد يقول لك لا أنا مو من قلبها، وفي واحد يقول لك وين راحت؟ هذا جني أخذها شكله. أفا أفا راحت مسكينة، هذا فعلا مسحورة البنت هاي، مش مزح. طيب إذا كنت تتابعين الحين يمكن الرسالة عندك نقص أو شيء، كل مرة كنت تقرأي كان يروح لأنه كان جاي عشانك أنت، فكان ربنا يصرف عنك ويحميك. المرة هذه قرأتيه وما راح لأن هالمرة ما كان جاي لك أنت، جاي لغيرك، فمعناتها المشكلة عندك في السكن، في واحدة معاك في السجن الحين هي اللي فيها الضرر أو فيها الإصابة، أنت كنت مصابة فعلا وكان ربنا كل مرة يحميك ويبعد عنك، ولكن هالمرة هذه كيف أطلع لايف؟ في إشارة يا مريم عليها صورة رأس أحمر ورأس أزرق كذا جنب بعض، تضغط عليها. فإذا يا سائدة إذا أنت الحين تابعينا أو إذا ما تابعتينا تدخلي إن شاء الله في اليوتيوب، راح أنزل البث كامل. في كل مرة كان يجيك تقرأ آية الكرسي عليه في الأحلام السابقة كان ربنا يصرف عنك لأنه كان جاي عشانك أنت، ولكن هذه المرة ما كان جاي عليك أنت فما راح ينصرف، ولكن في أحد حواليك. سامعتيني يا سادة؟ سادة الحين تتابع البث شايفتي، أرجع أعيد للمرة الأخيرة، في كل مرة كان يجي لك هذا القط أو هذا الجني كان فعلا جايك فتصرف آية الكرسي، ولكن المرة هذه اللي أنت قرأتي فيها وما انصرف كان جاي لأحد غيرك في السكن، فشوفي مين عندك في السكن، إيمانها ضعيف، ذكرها ضعيف، فيها أعراض سحر، وحاولي انصحيها ووجهيها لما به صلاح لها، واجعلوا قلوبكم عامرة بالإيمان.